مرحبا. وبيك عاشك مدام. لاباس؟ وبيك الحمد لله عاشك. قد من روحك؟ مروان بالرئيس من تونس، نسكن في سيدي بشير. عمري 34 سنة، نخدم في جمعية لرعاية الأشخاص القصيرين ذهنيا، نخدم كوم مرافق كومبانيون. هما كي نحكيو على الجمعيات، ترى انه يقوموا بأدوارهم والا لا؟ الحقيقة لا، الحقيقة ماهمش قايمين بأدوارهم، هاملين للكلام ده، مش قايمين بواجب، مش قايمين، مش لاهين بجماعة اللي يخدموا غادي. الدولة مقصرة في حقهم جملة واحدة، مش عطيتهم الحقوق نتاعهم كومبليتمون، فهمني. كان جينا في دولة أخرى راهو معناتها يخيروا الجماعة اللي زونديكابي على الجماعة العاديين، فهمني، واللي عندهم الأولوية لهم هما، والجماعة اللي عندهم الإعاقة، فهمني ولا. بار كونتر نحن لهنا في تونس ما عندنا حتى حماية للأشخاص اللي عندهم الهانديكاب. معناها الأشخاص ذوي الاحتياجات، ذوي الاحتياجات الخصوصية، ما عندهمش حقوق؟ ما عندهم حتى شيء، عندهم أبار هما معناتها هما الأشخاص هذوما عندهم موهبة ما عند ربي، فهمني ولا. احكينا عليهم شوية شنو هما؟ هما اللهم صل على النبي، معناتها هما عندهم أفكار أنت بيدك ما تنجمش تتخيلها، عندهم نطاق أفكار واسعة على الآخر، فهمني ولا. ما يجيب لك أفكار حتى عبد عادي ما ينجمش يجيبها لك، فهمني ولا. وعندهم معناتها قدرة كاباسيتي معناتها كبيرة ياسر. وأما الدولة معناتها ما هيش عاطي أهمية لهم هما جملة واحدة، عندها هي معناتها عندهم هذوكم عباد أونديكابي تحطهم في جمعية والسلام عليكم بالعافية، فهمني ولا. أنت قلت لي جمعية ما تقومش بدورها. أي الجمعية ما تقومش بدورها على أساس معناتها هما عندهم شنية، هما هذوكم عباد تحطهم جوست تقريهم والسلام عليكم. أما بعد اسكو أنت باش تقدمهم شيء معناتها تخزر لون ديغي معناتها من بعد، ما تخزرش للتو. انت هذوما معناتها كي عبد يخرج يجي يقرا عندك عامين ثلاث سنين خمسة سنين، فهمني، بريد كبيره، بعديك ما تعمل له حتى مشروع، ما تعمل له حتى معناتها حتى مورد رزق، ما كاينك ما عمل له حتى شيء، حتى مطر التلميذ، فهمني ولا. وهذا السبب فيه هذه الدولة، على خاطر نحن ما نلوموش على الجمعيات، نلومو معناتها على العبد اللي هو معناتها اللي نجم يخلق المورد الرزق للعبد الاخر، فهمني. لازم امكانيات ماديه، والامكانيات الماديه ما عند الدوله، لازم الامكانيات الماديه ما عند الدوله، فهمت. يعني الموجودين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه الموجودين في الجمعيه، يعني كل واحد والاحتياج اللي عنده. فما عنا إعاقة ذهنية عميقة، عنا إعاقة ذهنية خفيفة، عنا برشا معناتها ديزونديكاب معناتها مختلفين للدرجات. أما معناتها كل واحد شنو البزوا نتاعو هو، فهمني ولا، شنو البزوا نتاعو هو. معناتها نحنا عاملين بليزيوغ، معناتها عنا عديد الورشات. فما ديزاكتيفيتي. عنا ورشة تاع خياطة، عنا ورشة تاع. تعلموا الخياطة؟ أي نعلموا الخياطة، نعلموا النقش على الخزف، نعلموا الجلد، فهمني؟ نعلموا زاد كيفاش معناتها الديسان، فهمني؟ برشا حاجات نعلموهم لهم، أما هما شنو معناتها هما شنو يحبوا شنو وين يوصلوا، فهمني ولا. فما المتعلمين بالباهي و فما بالكدا وديجا يحبوا يدخلوا يخدموا، اما الدوله هي معناتها كيما قلت لك هي اللي لازم تدخل لهم، مش نحن الجمعيات اللي نحبوا ندخلوا. يعني هما حبوا يدخلوا ويخدموا لكن ما لقاوش توا لي زونديكاب هذوما، علاش هو يقرا لك؟ يقول لك انا بعديك نحب نخدم، حب انا نصرف على روحي، حب انا نعمل على روحي، كيف وكيف اي عابد اخر، فهمني ولا. اما الدوله ماهيش مشجعتهم على الشيء هذايا، فهمني. كي نحكيو على التونسي المعامله نتاعو كيفاش تجاه ذوي الاحتياجات الخصوصيه؟ فما جماعه اللي معناتها المعامله نتاعو تكون معناتها كاين ويعامل في عبد عادي، ويراه معناتها هذيك حاجه معناتها خلقيه، معناتها حاجه ما عند ربي. وفما هي عبيد سامحني كلي تتمسخر عليه، فما تنمر، فما عبيد تتنمر عليه، فما اقصاء زاده. ايه 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 واهمال، فما اهمال زاد ما عند الوالدين. فما كيفاش حكينا؟ سامحني نحن توا عبد، دي بارون يجيبوا لك معناتها
انسان مريض اونديكابي، هذيك حاجة ربي. انت كي تجيب عبد انسان اونديكابي ما تستعارش منه، ما تستعارش منه، فهمني، تعاملوا هدية ما عند ربي، هذاك هدية ربي بعثها لك، مش تمشي تبعته للشارع. سامحني تعلم لك في برشا حاجات، يعني فما اولياء يستعاروا. اي والساعة تو نحن في وقت الكورونا، وقت اللي كنا نقريو فيهم، جماعة ما مش خايفين على اولادهم، عاطيهم يحطوهم في الواحد اللي يحطوهم يبعدوا عليهم جملة واحدة وكا هاو، فهمني ولا؟ لأنهم يعرضوا فيهم للموت. إيه اللي هما سنسيبل على الآخر، أنا عاطيهم هما ما يقعدوش بعدهم وكا، وعليش؟ ولدك هذاك، فهمني؟ بار كونتر فما جماعة معناتها يرفقوا بهم، معناتها عاملينهم معاملة حسنة. والحمد لله يا ربي، والحمد لله، الحمد لله. يعني فما أولياء باهين زي. إيه فما أولياء باهين وفما أولياء ما على مراد الله. الأكثرية والأغلبية. الأكثرية لا، الأكثرية يخافوا على أولادهم، الأكثرية يخافوا على أولادهم. أما أنا نحكي لك فما من جهة اللي جماعة ما يخافوش على أولادهم، ماذا بهم يتخلصوا منهم جملة واحدة. وهذه حاجة خايبة ياسر. في الشارع، في الأماكن العمومية، في المؤسسات العمومية. لا في البلايس العاديين، أنا معناتها عادي عاملوا فيها، ما عادي كأنهم إنسان عادي وماذا بينا. ما تبجيل ليهم. حتى في الوسائل معناتها العمومية، في القهاوي، في المدارس، فهمني، هم الأولوية اللي هم قبلنا نحن. المواطن اليوم يبجل واعي ويعرف اللي هو معناتها شنين البزبون تاعو هو، واللي هو شنين معناتها هو سنسيبل على الاخر، اللي لازمك تعامل معناتها معامله تكون خفيفه شويه لطيفه شويه، فهمني. اشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيه هما نصور حساسين، يعني سنسيبل على الاخر. اي سنسيبل على الاخر. انا كنت نوريك كيفاش معناتها انا في الكلاس نتاع معناتها انا مرافق، معناتها انا ما حاطيني مع شكون مساعد معناتها نقري معاه. الاولاد اللي يقري فيهم معناتها صحابي، ما عاملهم معامله كاينهم صحابي، اخواتي نلعب معاهم نكور معاهم، فهمني. لخاطر علاش يحسوا ياسر، فهمت؟ هكاها وقتي. هذه اللي كلمه الختام. ماذا بيا المجتمع هذا يرفق معناتها على الجماعه اللي عندهم الاعاقه، ما يغزرش اللي هو معناتها حاجه معناتها نقص ولا حاجه، راهي هذه حاجه ما عند ربي. و معناتها ماذا بينا زاد الدوله زاد كيف الدوله تنظر لهم بعين الرحمه، وبارك الله فيك اختي. شكرا. عايشك الله يخليك. عايشك.